ولمعرفة التفاصيل بشأن توسيع الإغاثة الإنسانية على العائلات النازحة، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. دكتور، مرحبا بكم. بداية، هلا حدثتنا عن الحملة الأخيرة لهيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى في مخيم حسن شام قرب مدينة الموصل، تفضل دكتور. حياكم الله أخي الكريم. قدمت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين حملتها بتجهيز السلات الغذائية لجميع العائلات الساكنة في مخيم حسن شام الثاني يوتو في منطقة الخازر شرق الموصل. قدمت المنظمة 1050 سلة غذائية لجميع العائلات الساكنة في هذا المخيم. المخيمات عموما تفتقر الآن بشكل كبير إلى المواد الغذائية وشتى أنواع الدعم الإنساني الذي ينبغي أن يقدم للنازحين. نحن قدمنا سلة غذائية كبيرة وافية المواد تلبي جميع احتياجات العائلة النازحة، لا سيما يعني ظرفين على العائلات. ظرف الاحتياج الشديد منذ أشهر، وكذلك ظرف الشهر الفضيل الذي قدم على العائلات النازحة، وهم أحوج ما يكونون إلى تقديم الدعم الغذائي، الدعم الإنساني، الدعم الطبي، كذلك الدعم المالي. طيب دكتور، كيف هي أحوال النازحين في المخيمات خاصة في شهر رمضان المبارك؟ أحوال النازحين على الرغم من مأساويتها ومن شدة احتياجات العائلات إلى الدعم الغذائي، حيث أن الجهات المسؤولة التي ينبغي عليها أن تهتم باحتياجات العائلات النازحة في المخيمات قد عجزت منذ أكثر من حوالي 6 أشهر عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة من العائلات. ما زالت لم تستلم الحصة التموينية، لم تستلم مواد غذائية منذ أكثر من 6 أشهر. كذلك يعني هم يعانون يعني تقريبا كأنها سياسة تجويع مقصودة لغرض الضغط على العائلات لكي ترجع إلى مناطق سكنها. مناطق السكنة للعائلات النازحة لا تتهيأ بها أبسط وسائل العيش الكريم. لا يمكن أن يتيسر رغيف خبز للعائلة، أن يتيسر للعائلة النازحة إذا رجعت إلى مناطق السكن أبسط المواد الغذائية، ولا تتهيأ لها ظروف المعيشة في مناطق السكنة. كذلك هي مهددة أمنيا، ولذلك هي الآن تبقى في المخيمات. إدارة المخيمات أخبرتنا بأن نعم دكتور نعم إدارة المخيمات أخبرتنا بأن تسجيل العودة إلى مناطق السكنة الآن مؤشر لنا إلى مستوى الصفر، إلى نسبة الصفر، حيث لا توجد أي عائلة يعني ترجع إلى مناطق السكن. طيب هناك عودة عكسية من نعم دكتور، هل لديكم خطط لاستمرار هذه الحملات لا سيما في شهر رمضان في مخيمات أخرى ربما؟ نعم أخي الكريم، نحن أعددنا قبل شهر رمضان أعددنا برنامج كاملا بمشروع توزيع سلات غذائية لأغلب المخيمات التي نتمكن من الوصول إليها ونتمكن من تيسير وتوفير السلة الغذائية لها. مشروعنا مستمر بإذن الله على طيلة شهر رمضان. نحن سبقنا شهر رمضان على المخيمات بتقديم الدعم المالي والدعم الغذائي في مخيم الحبانية وفي مخيم العامرية وفي مخيمات أخرى، ونحن الآن يعني في مخيمات الخازر وتستمر حملتنا لتغطية كثير من المخيمات. من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية الدكتور ناصر الفهداوي، شكرا جزيلا لكم.